عربية بريس. الإنتاج التاريخي في المغرب عرف واحد تطور، وكاين واحد تراكم كمي لا بأس به، ولكن كيعرف كذلك بعض مشاكل خاصة في ما يخص الفتح على اللغات الأجنبية، يعني الاطلاع المؤرخ على ما كتب باللغات الأجنبية، وضعف ترجمة الأعمال هامة اللغة العربية، وكذلك في ما يخص الاهتمام بتاريخ ما نسميه بتاريخ الآخر. كاين واحد الانحصار اللي كيؤدي أحيانا لتكرار بعض المواضيع فيما يخص تاريخ المغرب.